بشكل عام مبادرة يوم أمس رفعت المعنويات ورفعت أيضا نسبة التفاؤل بشكل كبير في الشارع الكردي، خاصة بعد المشاكل الأخيرة التي حصلت بين الأحزاب الكردية المشاركة في العملية السياسية. كما تعلم عدي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهب، أو نبدأ من الاتحاد الوطني، ذهب إلى بغداد بشكل منفرد بمرشحه وتمسكه بمرشحه برهم صالح. بعد ذلك كان هناك للحزب الديمقراطي الكردستاني ردة فعل قوية على ما فعله الاتحاد، وذهب إلى بغداد أيضا بشكل منفرد باسم مرشح خاص به هو هوشيار زيباري، وبقيت هذه المشكلات وعدم التفاهم وعدم الوصول إلى نقطة صريحة بين الأحزاب الكردية حول اسم مرشح واحد يتم الذهاب به إلى بغداد، كما كان متفق عليه في السابق قبل الجلسة البرلمانية الأولى. للحديث عن مبادرة يوم أمس، كما ذكرت قبل قليل أن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير في رفع المعنويات والإيجابية أيضا بخصوص ما حدث من اجتماعات، علما أنه الأيام القادمة ستحمل أيضا الكثير من الاجتماعات، ربما أيضا تكون بين الأحزاب الكردية، بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، سواء كان هنا في أربيل أو حتى في بغداد. أما بخصوص هوشيار زيباري، فهناك تفاؤل كبير أن اسم هوشيار زيباري سيمر بسلاسة كبيرة إلى البرلمان العراقي، وسيتم التصويت عليه بشكل مباشر، وهناك تفاؤل من قبل الاتحاد الوطني بخصوص مرشحه. لغاية هذه اللحظة هذه هي كافة التفاصيل الموجودة الخاصة بالحراك السياسي الكردي.